بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب والأكارم، طلاب الصف الأول المتوسط، في درس جديد في الفصل الدراسي الأول لمادة لغتي الخالدة، في موضوع درس جديد بعنوان الوحدة الثالثة الصنف اللغوي جمع التكسير. الوحدة الثالثة الصنف اللغوي جمع التكسير. سنتعلم إن شاء الله في هذا الدرس على تعريف الجمع التكسير، ما هو جمع التكسير ونتعرف عليه، كذلك نفرق بينه وبين جمع السالم وبينه وبين الجمع السالم. وكما تعلم أيها الطالب الكريم أن سبق أن درسنا جمع السالم بنوعيه المذكر والمؤنث، كذلك سنقوم بحل تمارين تحوي كلمات مفردة وجمع تكسير. هذا التمرين سننتقل سويا فيه إلى كتاب النشاط لنقوم بحل هذا التمرين. إذن هذا التمرين سيكون إن شاء الله شيئا يفهمنا عن درسنا الذي نحن بصدده وهو جمع التكسير. إذن محفز لنا هذا التمرين، محفز لنا ومثبت لمعلوماتنا عن جمع التكسير الذي سنبدأ به إن شاء الله الآن. إذن الدرس بعنوان الصنف اللغوي جمع التكسير. جمع التكسير، لاحظ أن شجرة مفرد، شجرة مفرد، لكن مجموعة أشجار، ثلاث أشجار، نقول أشجار. لاحظ شجرة أشجار، شجرة أشجار. لاحظ أن الجمع حصل فيه تغير ما بين المفرد والجمع، ليس كما تعرفنا على الجمع السالم الذي أخذناه في درس مضى. إذن لعل هذه من أولى الملاحظات التي لاحظتها، شجرة أشجار، هناك حروف تغيرت في بنية الكلمة نفسها. إذن نقول أن الجمع نوعان، الجمع عندي في اللغة العربية نوعان، الجمع السالم المذكر والمؤنث، وسبق أن درسنا الجمع السالم بنوعيه المذكر والمؤنث في درس مضى، وقلنا أن الجمع السالم هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين ولم تتغير صورة مفرده، ولم تتغير صورة مفرده عند جمعه، كما أخذنا مثلا وقلنا معلم، معلمون، معلمة، معلمات، التغير واضح فقط بزيادة واو ونون في المذكر أو يا ونون، وفي المؤنث بزيادة ألف وتاء. هذا ما تطرقنا له في جمع أو في الجمع السالم. الآن عندنا جمع التكسير، ما هو جمع التكسير؟ قال لك جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة مفرده بعد الجمع. إذن تغيرت صورة المفرد بعد الجمع، كيف ذلك؟ انظر أيها الطالب الكريم وتنبه إلى هذا جيدا، انظر لكلمة مساجد، مساجد مفرد، وعندما أجمعها أقول مسجد مفرد، مسجد مفرد، عندما أجمعها أقول مساجد. لاحظ الميم موجودة، السين موجودة، الجيم موجودة، الدال موجودة، ما الذي تغير؟ التغير هو وجود حرف الألف. إذن تغيرت صورة الجمع عن المفرد أو عن مفرده. انظر أيضا لكلمة شجرة وأشجار، كما تطرقنا لهذا في بداية عرضنا عند التمهيد، قلنا أن شجرة، لاحظ الشين موجودة، الجيم موجودة، الراء موجودة، تاء التأنيث غير موجودة. انظر أن الزيادة عندي كانت همزة في الأول وألف في وسط، فانظر أيضا هذا هنا تغيرت مع حذفنا للتاء المربوطة. لاحظ الزيادة في مسجد ومساجد كانت ألف في الوسط فقط، ولو كانت هذه قاعدة ثابتة لقلنا أنه جمع سالم، لكنه لم تكن قاعدة ثابتة. مثلا في مساجد كانت الزيادة عندي إيش؟ ألف في الوسط، بينما في أشجار كان هناك حذف فحذفت التاء المربوطة، وأيضا زيد همزة في الأول وألف في الوسط، لذلك تتغير القاعدة هنا. فنقول أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة مفرده بعد الجمع، تغيرت صورة مفرده بعد الجمع. لاحظ الزيادة هنا ألف
ولم تكن ألف موجودة في المفرد. ولاحظ أن هنا زيادة همزة وألف لم تكن أيضا موجودة في المفرد. إذن نخلص من هذا أن جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة مفرده بعد الجمع. طيب يقول أقرأ وأتأمل، انتبه معي لهذا المقطع الذي سنقرأه. يقول كان استثمار الثروات الطبيعية ومنها النفط والثروات المعدنية حلما يراود جلالة الملك عبد العزيز أثناء توحيده المملكة، وليس أدل على ذلك من توقيع اتفاقات مع شركة أمريكية في الرابع من صفر عام 52 و300 للهجرة لاستثمار تلك الثروات لما فيه مصلحة البلاد. وقد رأى الملك عبد العزيز أن اكتشاف النفط في دولة البحرين معزز لآماله في العثور على هذا المورد الاقتصادي الحيوي في بلاده، فتوافد علماء الأرض إلى المنطقة الصحراوية المحيطة بالدمام وراحوا يعملون في ثبات وصمت، يدقون على الصخور ويدسون نبض الأرض فلعلها معلنة السر الدفين الذي تخبئه بين طياتها. أصنف الكلمات التالية وفق المثال المعطى. من خلال النص الذي قرأناه قبل قليل كان هناك مجموعة من الكلمات التي نريد أن نصنفها ونحلل هذه الكلمات ما بين جمع تكسير وجمع مذكر وجمع مؤنث. من الكلمات الواردة والتي قمنا بقراءتها قبل قليل كلمة الثروات، وأيضا كلمة اتفاقات، وأيضا كلمة الجيولوجيون، وأيضا آمال، وأيضا بلاده والصخور. طيب في المثال المعطى الأول كلمة الثروات هي جمع وآخره ألف وتاء، إذن هي جمع مؤنث، دلالتها العددية أنها جمع. أيضا مفردها الثروة، التغيرات في صورة المفرد لم يحدث أي تغيير في صورة المفرد، فقط زيادة ألف وتاء ما بين الكلمة والمفرد، ما بين الكلمة والمفرد. إذن نوع الجمع جمع مؤنث سالم. ليه؟ لماذا سالم؟ لأن لم تتغير صورة المفرد. طيب انظر لكلمة اتفاقات، ما رأيك؟ هي جمع صحيح، وانظر أن آخرها ألف وتاء، إذن ماذا نقول؟ ها أحسنت، نقول أنه جمع. مفرد اتفاقات مفردها اتفاق، اتفاق مفردها اتفاقات مفردها اتفاق. طيب ما التغير الحاصل فيها؟ ما التغير الذي حصل؟ لاحظ أنه لم يتغير أي شيء، فقط بزيادة ألف وتاء، فقط الزيادة ألف وتاء. إذن هو جمع مؤنث سالم، كما قلنا أن جمع المؤنث السالم ما دل على اثنين فأكثر بزيادة ألف وتاء. فنحن قلنا في الثروات واتفاقات أن الزيادة فقط كانت ألف وتاء، إذن فهي أو فهما أو فكلا الكلمتين جمع مؤنث سالم. طيب انظر للكلمة التي تليها الجيولوجيون. الجيولوجيون ها ماذا نقول في هذه الكلمة؟ هي جمع، لكن ما هو هذا الجمع؟ انظر زاد على الثلاثة وآخره واو ونون، ماذا نقول؟ نعم هو جمع، أحسنت. طيب ما مفرد الجيولوجيون؟ مفرد الجيولوجيون هو كلمة الجيولوجي، الجيولوجي وهم علماء الأرض، علماء الأرض. طيب ما التغير الذي حصل؟ فقط زيادة واو ونون، وكل الكلمة موجودة، لم يتغير ما بين المفرد والجمع، لم يتغير أي شيء، إذن فهي سالم. التغير هنا أو الجمع هنا سالم، ما دام لم يحدث تغيير فالجمع هنا سالم. ماذا نقول؟ نقول جمع مذكر سالم، أحسنت. كيف عرفنا ذلك؟ أولا زيادة زاد عن اثنين آخره واو ونون ودل على المذكر ولم يتغير صورته عن المفرد. طيب كلمة آمال، ما رأيك؟ كلمة آمال هل هي مفرد أم جمع أم مثنى أم ماذا؟ أحسنت، هي جمع، ممتاز. مفردها أمل، أمل مفردها أمل، آمال مفردها أمل، إذن أمل مفرد لكلمة آمال. ما الذي تغير؟ لاحظ
آمال عبارة عن ها عن حرفين همزة وألف ومد. الهمزة موجودة، طيب أين ألف المد؟ لم تكن موجودة. طيب لاحظ أن في الوسط هنا ألف، أين الألف هنا؟ لم تكن موجودة. إذن الألف المدغمة في الهمزة والألف الثانية، عندي ألفتين، ألفين زادتا في الجمع. هنا همزة، الهمزة موجودة، الميم موجودة، اللام موجودة، إذن الزيادة الألف الثانية هذه وألف المد التي مع حرف المد. إذن نقول أن هذا جمع تكسير. لماذا؟ لتغير صورة المفرد عن الجمع، لتغير صورة المفرد عن الجمع. ممتاز. طيب انظر لكلمة بلاد، ما رأيك؟ بلاد جمع أم مفرد أم مثنى؟ أحسنت، هي جمع. كلمة بلاد جمع، ما مفردها؟ مفردها بلد. مفردها بلد. طيب الباء موجودة، اللام موجودة، الدال موجودة، ما الزيادة؟ الزيادة الألف التي في الوسط. انظر، بلاد الألف التي في الوسط، إذن الزيادة ألف. هل تغيرت صورة المفرد؟ نعم تغيرت صورة المفرد، لذلك نقول أنه جمع تكسير. جمع تكسير لماذا؟ لتغير صورة المفرد عن الجمع، وكانت عندي زيادة في الألف. طيب الصخور، الصخور جمع كما تعلم. طيب ما مفرده؟ الصخرة. أحسنت. طيب ما الزيادة؟ لاحظ الصخور الأل، الصاد موجودة، الخاء موجودة، الراء موجودة، التاء المربوطة غير موجودة. ما الزيادة؟ الزيادة كانت واو في الجمع مع حذف التاء المربوطة. إذن الزيادة كانت واو، وتغيرت وتغير في المفرد بزيادة التاء المربوطة. إذن هنا تغير، تغير المفرد عن الجمع، أو صورة المفرد تغيرت عن الجمع، لذلك فهو جمع تكسير. جمع تكسير. نخلص من هذا أن الكلمات الثلاث الأخيرة آمال وبلاد وصخور هي كلمات جمع تكسير، في دلالتها تعتبر جمع تكسير. لماذا؟ لتغير صورة المفرد عن الجمع. أحسنت. طيب إذن نستنتج من هذا أن الاسم من حيث العدد ها ثلاثة أنواع: مفرد ما دل على واحد، مثنى ما دل على اثنين، جمع ما دل على اثنين، ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين. وأخذنا أن الجمع كم نوع؟ أحسنت، أخذنا أن الجمع نوعين، إما أن يكون سالم وإما أن يكون تكسير. ما هو السالم؟ السالم ما سلم جمعه من التغير عن مفرده، يعني صورة المفرد والجمع لم تتغير إلا بالزيادة المعروفة في المذكر وهو نون، وفي المؤنث ألف وتاء. طيب التكسير ما تغيرت صورة مفرده عن الجمع. طيب أخذنا أيضا أن السالم نوعين، مذكر ومؤنث. إذن نخلص من هذا أن الاسم من حيث العدد إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمع، وأن الجمع إما أن يكون سالم وإما أن يكون تكسير، وتعرفنا على سبب السالم والتكسير. كذلك أخذنا أن جمع السالم ينقسم إلى قسمين، مذكر ومؤنث. أحسنت. طيب انتقل لكتاب النشاط، لأنجز النشاط رقم 1 صفحة 93-94. انتقل معي الآن إلى كتاب النشاط لننجز النشاط رقم 1 صفحة 93-94. يقول النشاط ماذا يقول؟ يقول أجمع كل اسم مما يأتي الجمع المناسب وأبين نوعه، ثم استخدمه في جملة مفيدة، ثم استخدمه في جملة مفيدة. قرية، الاسم المفرد عندي قرية، ما جمعه؟ ها ما جمعه وما نوع جمعه؟ أحسنت، جمعه قرى. تغيرت صورة المفرد والجمع؟ نعم، وجود الياء، وجود التاء المربوطة، كل هذا إيش؟ يعتبر من التغير. إذن هو جمع تكسير. ماذا أقول في الجملة؟ تتميز القرى بالهدوء التام، تتميز القرى بالهدوء التام. ممتاز. طيب حقل ما جمعها؟ ها حقول. ممتاز، لاحظ التغير، زيادة الواو في الجمع، زيادة الواو في الجمع، إذن هو جمع تكسير. أقول تكتسي الحقول حلة خضراء، تكتسي الحقول حلة خضراء. طي ها ماذا نقول؟ طيات. ممتاز، ماذا تغير؟ لم يتغير شيء، فقط زيادة ألف وتاء، إذن هو جمع
مؤنث سالم. أقول بين طيات الورق علم كثير، بين طيات الورق علم كثير. أحسنت. طيب انظر لكلمة الحفار، ماذا أقول؟ ها، عندما أجمع كلمة الحفار أقول أحسنت، الحفارون، الحفارون. لاحظ الحفارون لم يتغير الجمع عن المفرد، فقط بزيادة واو ونون في آخره، فهو جمع سالم. طيب الحفارون واو ونون، إذن جمع مذكر سالم. طيب أقول يجتهد الحفارون في الحفر، يجتهد الحفارون في الحفر. طيب معمل، ها معمل، ماذا أقول؟ معمل، ها عندما أجمعه ماذا أقول؟ معامل. أحسنت بارك الله فيك، معامل جمع تكسير لأنه تغير، معمل تغير، هنا زيادة ألف، زيادة الألف هنا. أقول معامل الدقيق تعمل بانتظام. أحسنت. طيب هنا تقويم يقول أضع إشارة صحيحة من العبارة الصحيحة. كلمة اتفاقات تعد جمع تكسير، كلمة مخلصون تعد جمع تكسير، كلمة بلاد تعد جمع تكسير، أي الكلمات هذه صحيح؟ سبق أن درسناها قبل قليل، اتفاقات مفردها اتفاق، مخلصون مفردها مخلص، بلاد مفردها بلد. ما التغير؟ ما التغير؟ أي الكلمات كان فيها تغيرا؟ أحسنت، كلمة بلاد تعد جمع تكسير. ممتاز. تعلمنا في درس جمع التكسير أن جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغيرت صورة مفرده بعد الجمع. انظر، مسجد أصبحت مساجد، الزيادة ألف، شجرة أصبحت أشجار، الزيادة همزة والألف في الوسط. إذن هذا هو جمع التكسير، لابد أن تتغير صورة مفرده بعد الجمع أو عن الجمع. مراجعنا كانت كتاب المعلم الطالب والتطبيق النحوي. هذا والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.